ايه يا اخويا، حدش كومكم تشوفون يا جماعة؟ مو بلازم تقهوا، مو بلازم تقهوا، احنا قد عندنا شيء ما يا رجال. ريحنا بس، ريحنا. سحب، شو رايك فيه؟ سيف واحد بالله عليك، والله خطير. شفت تصريح قوي. سيف، شو رايك في عبد الله؟ افضل واحد اسمه عبد الله في القرية ولا في القرية؟ في ثلاث عبد الله، اختار. بس انا شوف هنا عبد الله فريد. يا انا قلت عبد الله الروقي، جاوبني. قلت عبد الله الروقي، قلت عبد الله. في اربعة عبد الله، يمكن يقصد عبد الله فريدي. لا اعطى واحدة، والله ما ودي اعطيه. صار لك شره وانا غاسي ديبك. ها هذوك جايك بطير ونبت لك شره. ماشي زعام يقول عبد الله فريدي يستاهل. كل اي عبد الله كان عن يستاهل، وفريدي يستاهل، وعندي بقريب. انت مشارك في المسلط؟ مسلط؟ اوه مسلط يتشيل تاك. والله كفو صح؟ مصد صح كفو؟ تعلقت وخلصت. طيب كفو مصد. هذا سيف فهد. هو شوف، انا لو اني ولد فهاد ولد نيرة، انت عبد الله الرقح ما مهرجي. اشوفك بنص شيء يا ولد. شفت ذا من طلعت هو متغيرين علي. اول اسولف له سالفه بعلم حاجه، يقول ما سالتك رجال ايش كبرك عندك عيال؟ تقول هالكلام معود الرجال ايش كبرك. يقول هالكلام ذا يا اخي، ما حسوب عليك انت يا اخي. بس ما تقول الا الله يعين. والله ابو سحاب اضبط وضعك ابو سحاب. لا ترى انا اعرف سيف، سيف من النوع اللي انا مسامح مهما يسوي. انا مسامح سيف من النوع اللي سامح يسامح. اخوك يدعي لك الصحه. اوف يا العلم، فهمت؟ ها؟ انت تكبر كل شيء انت. يا حي راسك انت يا فهد.